الجميلة واللي فيها تضرع وانكسار لله سبحانه وتعالى. أنا والله كل ما بغيت أقول قصيدة في عظمة الله إني أتراجع، يعني عندي أبيات بس محدودة ما قدرت أوصل إني أقول قصيدة كاملة. يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا. هلا هلا. اليوم جينا نرحب بضيفنا اللي يسلم عليها نواف. كيف حالك؟ حالك طيب الله حيه. طبعا نرحب بضيفنا اخوي علي اللبدان. صراحه العاده احنا نضيف الضيف لكن اليوم ضيفنا قال انا ودي افطر الاباء والله ما قصر ولزم فانا شرطت عليه قلت له ترى احنا نبي الفطور خفيف يعني فطورنا نبيه شيء بسيط لا تكثر ولا هم يهدون البلاء الله يبارك له فودنا تعطينا كذا صوت ثم تقلطنا على الفطور يا علي على خشوي عليه الطيب علي صحت بالصوت الرفيع ايه والله اني قبل اعرفك مستريح لا هموم ولا عذاب ولا جراح كنت ما صدق الى قلو يصيح الهوى ولين جربت الصياح من عرفتك سهرت انا مثل الطريح الصويب اللي نهار الكون طاح سلامتكم صحتك ما شاء الله تبارك الله طيب وش رايكم نغير المحل يا على هواك استعين بالله ما دام في حواكم الله يا الكرام الله يوفقكم ها طيب ذياب يلا بسم الله